أبرز أخبارنا اللي حصلت امبارح. تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من المستشار الألماني أولاف شولتز، حيث تم تأكيد تطلع البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، كمان بالإضافة لتعزيز التنسيق والتشاور المستمر إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. الاتصال أيضا شهد التباحث حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وكمان التوافق على أهمية بذل كافة الجهود الممكنة للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع بالإقليم ووضع حد للحرب بقطاع غزة اللي قاربت عمرها الثاني. خلونا كمان نبدا باهم الاخبار اللي حصلت امبارح. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد بمقر الحكومه بمدينه العالمين الجديده اجتماع مع المدير العام لشركه روساتوم الوكاله الحكوميه الروسيه للطاقه الذريه. كمان امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومه بمدينه العالمين احمد كوجك وزير الماليه لمتابعه الجهود المبذوله لخفض الدين العام والحفاظ على المسار النزولي له. تعالوا نتعرف على المزيد في تقريرنا التالي. أخبار كتير حصلت امبارح. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة اجتماع مع أليكسي ليخاتشوف المدير العام لشركة روساتوم الوكالة الحكومية الروسية للطاقة الذرية لاستعراض الموقف التنفيذي لإنشاء محطة الطبعة للطاقة النووية. وأكد مدبولي أن مشروع محطة الضبعة النووية بيمثل أهمية خاصة في ضوء أنه بيأتي في إطار خطة الدولة المصرية لتنويع مصادر الطاقة عبر التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة حتى عام 2030. وفي ختام الاجتماع أكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بمتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه خلال الزيارة، معرباً عن تطلعه لاستمرار التنسيق بين الجانبين. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة اجتماع لاستعراض احتياجات قطاع البترول وأيضاً جهود زيادة المنتجات البترولية. وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد استعراض إجراءات دفع الفاتورة الشهرية للشركاء من أجل ضمان عودة زيادة أعمال الاستكشافات والإنتاج. لذلك فالحكومة تعمل على الالتزام باستدامة سداد مبلغ شهري للشركاء الأجانب للحفاظ على معدلات الإنتاج واستمرار تلك الاستكشافات. وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم استعراض الإجراءات التحفيزية لزيادة الإنتاج على أن يتم السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد من الغاز بحيث تستخدم عائدتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج الجديد من الغاز وفقاً للنموذج الاقتصادي. أيضاً امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة أحمد كوجك وزير المالية لمتابعة الجهود المبذولة لخفض الدين العام والحفاظ على مساره النزولي في ضوء ما تتبناه الحكومة في هذا الصدد. وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال اللقاء أنه بيولي أهمية خاصة لملف خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت بالفعل في النزول بقيم الدين الخارجي خلال الأشهر الماضية، كما تعتزم الاستمرار والمحافظة على هذا النهج على المدين المتوسط والطويل، مع التأكيد على أن ذلك تحقق في ظل التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المحددة. أيضاً امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة إجراءات صرف تعويضات المتضررين من المحاور المرورية اللي بتنفذها وزارة الإسكان، وده بحضور أحمد كوجك وزير المالية والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان وعدد من المسؤولين بالدولة. وجه رئيس مجلس الوزراء بصرف كامل التعويضات للمستحقين خلال 3 شهور، كما وجه بالمتابعة الأسبوعية لأعداد المواطنين المتضررين الذين صرفوا مستحقتهم. وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع التنويه إلى أنه جاري صرف 1,142,000,000 جنيه للمستحقين في محور عمرو بن العاص، وأيضاً توقيع العقود مع المستحقين بأحواض جزائر قسم أول، جزائر قسم ثاني، وبحر جمصة والخلفية والبوهات، على أن يبقى 12 حوض تم توفير المبالغ المالية المستحقة لها وهيتم الصرف خلال 3 شهور.
أيضا امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لظهور حالات إصابة بوباء الكوليرا في أي من محافظات الجمهورية، وأنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بالكوليرا بأي محافظة من محافظات مصر، مشيرة إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد، موضحة أنه بيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية وأيضاً المنافذ البرية لمنع تسرب أي أمراض وبائية عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، وبيتم أيضاً فحص جميع القادمين من تلك الدول من قبل إدارة الحجر الصحي لمتابعة حالتهم الصحية قبل دخول البلاد.